أهلا بكم من جديد. الآن فهمت رئيس الهلال ورئيس الأهلي يرد مصيبة. ماذا فهم المتابعون من كل هذه الرسائل المبطنة؟ عبدالله الدرويش. أحدثت تصريحات الرئيس الشبابي خالد البلطان عقب خروج فريقه من ربع نهائي كأس ولي العهد ضجة كبيرة في الأوساط الأهلاوية، والتي أشار فيها إلى أنه فهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئيس الهلالي. تبعات تلك الأحاديث تركت مجالاً لتباين الآراء وتفسير حديث عبد الرحمن بن مساعد على أعقاب لقاء التعاون الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، إذ قال فيه الرئيس الهلالي بما نصه: أتمنى من الجمهور ألا يقولون أن هذا تعمد أو ترصد، وأن الفرج قد طرد كي لا يلعب المباراة المقبلة أمام الأهلي. وربط ذلك الحديث برسالة الرئيس الشبابي حينما قال: أنا الآن فهمت الأمير عبد الرحمن بن مساعد. الجماهير لاحقت الأمير عبد الرحمن بن مساعد في مواقع التواصل الاجتماعي لتجد توضيحا منه، إلا أنهم خرجوا بإجابة قصيرة مفادها: لكي تعرف يا أخي ماذا يقصد الأخ العزيز خالد البلطان، عليك أن توجه السؤال للأخ خالد البلطان. رئيس الشباب أكد في أكثر من حديث أنه لا يقصد الأهلي أبداً، وأنه تفهم مقدار الحسرة والألم التي تأتي لأي رئيس ناد إذا تعرض لظلم أو خطأ تحكيمي في المباراة وأثرت في البطولة، وأنه لا يعني أي فريق. الأمير فهد بن خالد بدوره أشار إلى أنه لا يعرف المقصود تماماً برسالة خالد البلطان لرئيس الهلال، إلا أنه تمنى ألا يكون الأهلي المقصود، مشدداً على أن الأهلي لا شأن له أو علاقة بالحكام. وعادل القول: إن كان البلطان يقصد أن الأهلي له علاقة بالحكام فهذه مصيبة. علاقة الشباب مع الأهلي كانت قد شهدت شداً وجذباً بعد حديث الرئيس الشبابي عن الثلاثة الكبار، إلا أنها عادت أفضل حالاً خلال اجتماعات رؤساء الهلال والشباب والأهلي والاتحاد لوضع حد لأسعار عقود اللاعبين. عبد الله الدرويش، العربية. يبدو أن رؤساء الأندية في السعودية باتوا يخشون لائحة لجنة الانضباط، فذلك يستخدمون بعض الرسائل المبطنة لإيصال ما يريدون. أذهب إلى جدة، من هناك ألتحق بنا محمد الشيخي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي. محمد، أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. أريد أن أسأل أولا، ماذا فهمتم أنتم من كل هذا الحوار أنتم في النادي الأهلي؟ صباح الخير زميلي بتال، صباح الخير للسادة المشاهدين، أشكرك على إتاحة هذه الفرصة. الآن فهمت أن الرياضة فن وحضارة وسلوك قبل الفوز والهزيمة، والآن فهمنا أن الفرق الأخرى عندما تحظى بالبطولات وتحظى بالانتصارات لم يذكر أحد أنها توارت هذه البطولات خلف ستار التحكيم أو ما شابه هذه الأمور. لكن الواقع المرير أو المستجدات الحالية تؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها، يعني صراحة من تصريحات، من تأويلات، من رسائل متبادلة، كل هذه الأمور تثير الشك وتثير الريبة. بالطبع أنا أتكلم عن النادي الأهلي، طالما أنك ذكرت في بداية حديثك أو خلال التقرير المتميز لزميلنا عبد الله الدرويش، أنا أعتقد أنه هذا الخطاب الإعلامي يؤجج المدرجات، سيعيدنا إلى ماضي قريب كانت فيه المدرجات مشتعلة. نعم. أعتقد أنه آن الأوان لنضع النقاط على الحروف، سواء من خلال تدخل حاسم للجنة الانضباط حيال مثل هذه التصريحات، بس محمد، إما الإثبات أو النفي. محمد، بس ما في إساءة احنا شفناها من التصريحات، يعني لا توجد كلمة فيها تجاوز على أحد، أنا ما أتكلم عن لا يوجد اتهامات، هي رسائل مبطنة. أنا أقصد ماذا فهمت منها، يعني لا يوجد فيها إساءة أبدا، لم تستخدم فيها ألفاظ مسيئة. أخي بتال، هذه تفضل. لا هذه أخي بتال، هذه تسمى إسقاطات. على ماذا؟ الإسقاطات جمع كلمة إسقاط، وهي مأخوذة أحيانا لو تحرف معناها نوعا ما مأخوذة من السقوط، السقوط في وحل تغييب الحقيقة، أي تشويه انتصار مستحق للأهلي. أعتقد أنه هذه الأمور لا تنطلي على الوسط الإعلامي، لا تنطلي على الجماهير، لابد أنه أصحابها يفسرها. لذلك هي مرتبطة أيضا بلجنة الانضباط، طالما فيها إسقاطات سواء في تهجم على التحكيم،
سواء أيا كان التحكيم أجنبي أو محلي. إحنا جلسنا فترة أو مكثنا فترة، الوضع كان مستقر، المسؤولين كانوا خاصة في النادي الأهلي، في النادي الأهلي إلى الآن الرسالة الإعلامية هي رسالة هادئة، رسالة متزنة، العمل في الميدان هو الذي يتحدث، وهذا هو ما حث عليه صاحب سمو الملك الأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة أعضاء الشرف وصاحب سمو الأمير فهد بن خالد دائما. ما يحث على أنه العمل في الميدان هو الذي يتحدث، وعدم الانزلاق لمثل هذه الأحاديث التي يحاول أصحابها جر الأهلي إلى خارج الملعب بدل من داخل. محمد، حتى الآن لم تجبني أنت، أنا قلت لك بأن لا يوجد، يعني حسب فهمي أنا لا يوجد فيها إساءة بكلمة واحدة حتى الآن، يعني فما الذي فهمتموه أنتم؟ يعني الإشارة إلى ماذا؟ يعني اليوم الأمير فهد بن خالد رد في حديث صحفي قال بأن إذا كانوا يقصدون أن الحكام أو أن الأهلي لديه اتصالات بالحكام أو ما شابه ذلك، لا أذكر النص بالتحديد، قال بأن هذه مصيبة. هل هذا هو المقصود؟ بالفعل، بالفعل أخي بتال، هي مصيبة. تدري لماذا؟ مصيبة لأن الحديث هنا، من يتحدث عن التحكيم يعرف تماما أن الأهلي في سنوات كثيرة مضت خرج من بطولات وأقصي من بطولات أخرى وحرم من كؤوس بسبب التحكيم. فالآن عندما صارت النتائج في صالح الأهلي بجدارة وباستحقاق، كان الآن بدأ الحديث عن نغمة التحكيم. في السابق لم يكونوا يتحدثون عنها، الآن الصورة الآن اتضحت للجميع. معنى أنا بتكلم عن المباراة الأخيرة، مباراة الأهلي والشباب. تخيل فريق يضغط طوال شوط كامل على فريق الشباب ويلعب على مرمى واحد ويحرم من هدف صحيح وركلة جزاء غير محتسبة، ومع ذلك هناك من يتحدث. طيب، كان هناك عن التحكيم. كان هناك محمد، كان هناك طرد. أليست هذه مصيبة؟ كان هناك طرد في بداية المباراة أثر كثيرا. إذن كلام الأمير فهد بن خالد صحيح، يعني هي إسقاطات. الأمير فهد بن خالد أيضا لم يسيء لأحد ولم يسبق له أن أساء لأحد، لكن هو يتحدث عن إسقاطات. إذن هذه الإسقاطات لها علاقة بمين؟ جميل. بنادي من كوكب المريخ مثلا؟ جميل. بنادي بالنادي الأهلي. شكرا شكرا على هذا التوضيح سيد محمد الشيخي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي. أحب أن أذكر بأننا أيضا تركنا الفرصة للبارحة للرأي الشبابي مع سيد خالد البلطان رئيس النادي الذي أوضح المقصود من تصريحه، تستطيعون العودة إليه عبر في المرمى يوتيوب. أربع مباريات في ربع النهائي، غادر منهم أربعة وبلغ النصف أربعة، وهذه الأرقام والشواهد قبل دوري الأربعة. خالد الغامدي. رغبة التأهل في مباريات الدوري ربع النهائي رفعت من درجة حرارة المنافسة في جو بالغ البرودة. المواجهات الأربع شهدت تسجيل 10 أهداف، كان للهلال فيها النصيب الأكبر بأربعة أهداف في مرمى غريمه النصر، يليه الاتفاق بثلاثية في شباك نجران، فيما توزعت الأهداف الثلاثة المتبقية بين الاتحاد والأهلي والنصر. تواجد الحكام الأجانب لم يوقف الجدل، وإن كان الهلاليون قد تقبلوا طرد لاعبهم عبد اللطيف الغنام بهدوء، فمسؤولو الشباب اعترضوا بشدة على طرد عمر الغامدي واعتبروه من أهم أسباب خسارتهم وخروجهم من البطولة، بينما مرت مواجهتا الاتحاد مع الفيصلي والاتفاق مع نجران تحت قيادة الحكم المحلي على خير. توقيت إقامة مباريات هذا الدور ساهم في عدد من الغيابات، حيث تزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، ليفتقد الهلال ركيزتين مهمتين هما المغربيان عادل هرماش ويوسف العربي، وكذلك حال الشباب مع الغيني إبراهيم يتارا. الانتقالات ألقت بظلالها على المباريات لتستفيد الأندية من لاعبيها الجدد، وكان الوجه الأبرز هو خالد عزيز الذي سجل مشاركته الأولى مع النصر ضد فريقه الأول الهلال، وكذلك الكونغولي فابريس أوندوما الذي لعب أساسيا مع فريقه الاتحاد أمام الفيصلي، ولا ننسى سعد الحارثي الذي واجه النصر الذي مثله لسنوات طويلة للمرة الأولى وإن لم تكن مشاركته الأولى مع الهلال. ضربتا جزاء احتسبت خلال هذا الدور، الأولى نفذها محمد الشلهوب بنجاح ليحرز الهدف الثاني في مرمى النصر، والثانية لمصلحة الاتحاد وأضاعها البرازيلي جيرالدو ويندل، فكانت آخر مشهد له مع الفريق، حيث أعلن بعد المباراة بساعات قليلة انتقاله إلى صفوف الشباب. الدور انتهى والجماهير الآن تنتظر نصف النهائي، الهلال في مواجهة الاتحاد
والأهلي يلتقي الاتفاق، والأبواب مفتوحة على كافة الاحتمالات. خالد الغامدي، العربية. وإلى الرياض بكل هذه المعلومات يلتحق بين من هناك دكتور تركي العواد، أستاذ الإعلام، لاعب كرة القدم السابق. وصرنا نعرفك دكتور دائما بأستاذ الإعلام الحالي لاعب كرة القدم السابق، لأن الكرة لا تمنع النجاح. أهلا بك دكتور، كيف تعلق على هذه الأرقام التي سمعتها؟ أهلا وسهلا. والله أنا أعتقد أنه الجولة بشكل عام يعني المنطق فرض نفسه، الفرق الأفضل في الترتيب هي الفرق اللي تفوقت في الترتيب في الدوري، أقصد هي التي تفوقت في هذا الدور. فاز المتصدر على المركز الثاني، فاز المركز الثالث على التاسع، فاز المركز الرابع على السابع، فاز المركز السادس اللي هو الاتحاد على الثامن اللي هو الفيصلي. فما كان في مفاجآت، وأنا أعتقد أنه من بداية البطولة إذا احنا دور 16 كان نفس تقريبا ماشي على نفس المنهاج، أنه الفرق الأفضل في الترتيب والأفضل في المستوى في الغالب هي من تنتصر. إذا استمر طبعا نفس المنطق فسنرى الهلال والأهلي يلعبون المباراة النهائية، ما لم يكن للاتحاد والاتفاق يعني رأي آخر. الحقيقة أنه أهم الأشياء اللي برزت يمكن في خلال المباريات الأربع الماضية، أنا أعتقد أنه برزت في مباراة الهلال والنصر. في مباراة الهلال والنصر الحقيقة شفنا فريق الهلال يقدم مباراة جميلة جدا، وكسبنا يعني 5 لاعبين شباب. أنا أتصور أن الهلال لم يقدم خدمة جيدة فقط لفريق الهلال، بل أنا أعتقد أن هؤلاء اللاعبين 5 ممكن يكون الهلال يقدم خدمة للكرة السعودية إذا ما أصرت الإدارة وأصر المدرب الجديد في المستقبل على إشراك هذا النوع من اللاعبين اللي هم اللاعبين الصغار، خصوصا أنه عدد من اللاعبين الكبار بدأوا يتوارون وبدأوا يسببوا الكثير من المشاكل لأنديتهم. في المقابل فريق الأهلي والشباب لعبوا مباراة يعني سيئة فنيا، ولكنها مباراة أثارت الجدل بالطرد. أنا أعتقد أنه طرد فعلا غير مستحق على عمر الغامدي، ولكن مقابلة كان في هدف أيضا للأهلي كان صحيح وألغاه الحكم. فبشكل عام المباراة لم تكن جيدة، وأنا أستغرب أداء الأهلي. الأهلي هذه المباراة الثانية له بعد مباراته مع الهلال في الدوري لا يقدم مستوى جيد. هل الأهلي بدأ يعني ينزل مستواه، وهل فريق الأهلي فعلا لا يستطيع المواصلة؟ عدة أسئلة كثيرة يعني تدور حوالين الأهلي. نادي الاتحاد قدم مباراة سيئة في مباراة الفيصلي، وأعتقد أنه أجمل ما فيها كان الجمهور الاتحادي. فريق الاتحاد عنده كثير من المشاكل، قد تكون مباراة الهلال فرصة له يعني حل كثير من المشاكل. صحيح. ولكن أعتقد أن الاتحاد السنة هذه يعاني كثيرا سواء في هذه البطولة أو في الدوري. الفريق الأخير هو فريق الاتفاق، يمكن هو الآخر متأهلين، كانت مباراته مباراة سهلة أمام نجران، ولكن ما يزال أيضا الاتفاق لا يقدم المستويات المتوقعة، وكأنه الفرق الجيدة في الدوري بدأت الآن يعني يتراجع مستواها. فأنا أتصور أنه يمكن فريق الشباب خروجه من هذه البطولة في مصلحة الشباب، لأنه سيكون عنده فرصة للعودة في الدوري والتركيز على الدوري، مقابل لأنه الأهلي قد يستنفذ يعني لاعبين، خصوصا الأهلي من الفرق الذي لا يوجد لديه احتياط، فوجوده في يعني وصوله للنهائي أو الدور الأربعة يعني ممكن يؤثر على الأهلي في الدوري. جميل كابتن، يعني بعيد الأرقام، المشاهد التي رصدها زميلنا خالد، يعني شو اللي لفت نظرك منها؟ لاعبين سابقين يلعبون ضد أنديتهم، غياب الأفريقيين تماما عن هذه البطولة، أهداف كثيرة أيضا في دور نصف نهائي، 4 مباريات فيها أهداف كثيرة، يعني كمعدل أعتقد أنه كثير. والله أكثر شيء لفت نظري هو طبعا انتقال اللاعبين، وأنه اللاعبين بدأوا يتنقلون بشكل سريع. يعني ما عهدناه في الكرة السعودية أن ترى لاعب يلعب في الهلال ثم ينتقل للنصر، أو لاعب في النصر ينتقل للهلال، وتجدهم بهذه السرعة. ولكن أنا أعتقد أنه هذه ظاهرة جدا ممتازة، أنه في كثير من الأندية بدأت تتخلص من اللاعبين، وأنا أعتقد أنه الأندية اللي راح تستفيد هي الأندية التي تتخلص من اللاعبين أكثر من الأندية اللي تستقطب اللاعبين. فأنا أعتقد أنه هناك الكاسبين هم من يتخلصون من اللاعبين اللي انتهت صلاحيتهم، مقابل أنه في أندية أخرى يمكن تنتظر لسنة كاملة لتعرف هذه النتيجة اللي عرفها النادي مسبقا. دكتور، الجمعة والسبت نصف النهائي، عطني توقعك النهائي المن
أنا قلت لك من البداية أنه إذا فرض المنطق نفسه وهو طبعا المنطق واضح أنه من البداية فارض نفسه، فسنرى الهلال والأهلي على النهائي. جميل. ولكن يمكن المباراة الأصعب هي مباراة الاتحاد والهلال، لأنه الاتحاد يمر بمرحلة صعبة وقد يضع كل إمكانياته في هذه المباراة. جميل. لذلك أنا أعتقد أنه الأهلي يمكن يكون طرف ثابت في النهائي، ولكن الاتحاد والهلال صعبة جدا توقعها. شكرا دكتور تركي العواد، أستاذ الإعلام الحالي لاعب كرة القدم السابق، شكرا على هذه الآراء، شكرا على حضورك معنا. بلا تعادل ولا انتصار ولا أي رقم مميز، الأنصار علامة غير فارقة في الدوري السعودي ولغز كبير. الزميل محمد القناص حاول سبر النادي المدني وخرج بالآتي. هنا المسجد النبوي، رمز المدينة المنورة، المدينة التي يقطنها أكثر من 1.5 مليون نسمة فضلوا جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا فيها راجين بركة الجوار الكريم. وكغيرها من المدن السعودية، فإن سكان المدينة المنورة شغوفون بلعب كرة القدم، وتشهد الأحياء المحيطة بالمسجد النبوي نشاطاً شاباً في ممارسة اللعبة الشعبية الأولى، متأملين البروز كنجوم كرة القدم في كل مكان، فتجدهم يداعبون معشوقتهم بحرفية كبيرة منذ سن مبكرة رغم قلة الإمكانات، حتى من اضطر لترك اللعب فإنه يتوجه إلى تدريب من هم أصغر منه كيف يركلون الكرة. وحينما يشبون عن الطوق قليلاً تختلف نظرتهم، فيبدأون البحث عن فرصة أكبر من خلال الانضمام إلى فرق الأحياء التي تشتهر بها المدينة المنورة. فريقا الدوكال والصالحية يعدان من أشهر فرق طيبة وأبرز ملامحها الكروية، يحتضنان مواهب كبيرة يستغرب متابعهما غيابها عن ناديي الأنصار وأحد اللذان يعدان وجه الرياضة في المدينة المنورة. مدينة غنية بنجومها بمواهبها، بالعكس يعني ما يعني الشيء اللي ساير، أنا قلت لك أرجع أعد لك نفس الكلام، أنا أرى إنه الدعم المادي هذا شيء رئيسي، الأمور الإدارية هذا شيء رئيسي، أما الكرة في المدينة المنورة ما هو مقياس إنه عشان أحد الأنصار يعني ما قدم السيادة في الدوري ممتاز سواء الأنصار أو كان أحد رجولة، هناك في أشياء خفية، في عدد كبير من اللاعبين موجودين زي مالك معاذ وضوء تكر من حوالي المدينة كلهم لعبوا هنا، ومريان بلال يعني أمثال كثيرة. ثاني شيء يعني أو الأنصار يعني صراحة يعني لو بيعتمد ما يعتمد على لاعبين المدينة، يعني يمكن ممكن 2-3 في التشكيلة الأساسية. وحينما يجن الليل وتتحول اللقاءات من الملاعب إلى صالات المقاهي، يتحول الحديث إلى ماذا يفعل الأنصار في دور المحترفين. الفريق اللغز الذي لا زال رصيده النقطي صفراً على الرغم من مرور ثلثي مباريات الدوري وعلى الرغم من كثرة التأويلات، إلا أن الجميع هنا يتفق على أن الأنصار لا يمثل الوجه الحقيقي لكرة القدم في طيبة الطيبة. لم تكن هذه الرياضة في المدينة المنورة إطلاقا. أولا نادي الأنصار مهمش من قبل الرياضة، القنوات الرياضية مهمش تماما، نادي الأنصار نادي الأنصار مهمش من المسؤولين، ما في أي اهتمام في النادي وما في أي مكافآت حتى لو أدى أي إنجاز على فكرة. فلاحظ عندك حمزة إدريس، مالك معاذ، كلهم من أنصار من المدينة. حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، استقبله الأوس والخزرج بكل ترحاب، فأطلق عليهم الرسول لقب الأنصار. وفي عام 1968 غير نادي العقيق اسمه إلى الأنصار تيمناً بذلك الاستقبال التاريخي. يعد نادي الأنصار لغزاً كبيراً لكل متابعي دوري المحترفين، إذ لم يتمكن من الحصول على أي نقطة في دوري المحترفين،
الأمر الذي يتفق فيه معهم رئيس النادي الذي يؤكد عدم علمه بأسباب غياب النقاط عن نادي. ما هناك سبب يعني مقنع لا لنا ولا للجهاز الفني ولا الجهاز الإداري ولا للمحبين ومشجعين نادي الأنصار. حقيقة يمكن البداية كانت البداية بالنسبة لنا جيدة، ولكن فوجئنا بدأت الهزائم تتوالى هزيمة وراء هزيمة. كإدارة النادي كيف تنظرون للمرحلة المقبلة المتبقية لكم في الدوري؟ إحنا كإدارة يفترض إنه إحنا نأدي عملنا على أكمل وجه ونعمل كل ما بوسعنا لإنقاذ الفريق. فلذلك لو ما تعاقدت يقول لك رئيس النادي أهمل الفريق وبدأ يسلم للهبوط وبدأ هذا، فأنا اللي علي كإدارة أو كرئيس نادي يفترض أني أنا لابد أني نستمر في التصحيح إلى آخر لحظة، وين بقى الفريق خير وبركة، وين بقى هذا يكون يعني شيء مقدر ومكتوب لنا. فنيا يبدو الأنصار جيدا، مدربه أحد أبرز الأسماء التدريبية في تونس وعدد من أجانبه دوليون، إلا أن المدرب التونسي لا يزال جاهلاً أسباب تعثر مستويات الفريق الذي لم يحقق أي نتيجة تشهد له باللعب في هذا الموسم. أنصار فريق كبير، دوري زين، كل مدرب عربي يتمنى يخدم في دوري زين. بكل صراحة قبل ما نجي كانت بعض الوعود، كانت ثم أهداف واضحة. المدرب ما ينجمش يكون في كل موسم معناتها يحقق الاهداف نتاعه. للاسف في الموسم هذا على مستوى النتائج خليني نقول معناتها ما كانتش ايجابيه، لكن تبقى ديما تجربه بالنسبه لي انا، اضافه عرفت الدوري زين، عرفت فريق الانصار. خساره 17 لقاء في الدوري والخروج من الدور الاول لكاس ولي العهد، هزائم متتاليه يسجلها الفريق المديني، جعلته منطقيا اول العائدين الى دور الدرجه الاولى، ويبقى أبناء المدينة أوفياء لمعشوقتهم بغض النظر عن نتائج الأندية التي تلعب باسم مدينتهم في دوريات المحترفين. وقفة أخيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفي هزازي أمام عشرة، أنتظر الهلال بفارغ صبر، وأحب الكبسة ودبي وأتمنى ويروني. والمسيليم يدرب ابنه دي السنوات الثلاث لخلافته في المرمى.